باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد، آمين. قراءات اليوم السادس عشر من شهر بشنس. تكريس كنيسة القديس يوحنا الإنجيلي بمدينة الإسكندرية، تقرأ فصول اليوم الرابع من شهر طوبة، وهي مرتبة على نياحة القديس يوحنا ابن زبدي الإنجيلي. إنجيل عشية. قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا القديس يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته. مزامير أبينا داود النبي بركته علينا أمين. السماوات تذيع مجد الله، الفلك يخبر بعمل يديه، في كل الأرض خرج منطقهم، وإلى أقطار المسكونة بلغت أقواله. باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما. ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم، تطلبوا ما تريدون فيكون لكم. بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير، فتكونون تلاميذي كما أحبني أبي، كذلك أحببتكم أنا. أثبتوا في محبتي، إن حفظتم وصاياي تثبتوا في محبتي، كما أني أنا قد حفظت وصايا أبي وأنا ثابت في محبته. كلمتكم بهذا لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم. هذه هي وصيتي
أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل صديقه. وأنتم أحبائي إن عملتم كل ما أوصيتكم به. ولست أدعوكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يصنع سيده، لكني قد دعوتكم أصدقائي لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. لستم أنتم اخترتموني، بل أنا اخترتكم وأطلقكم لتذهبوا وتأتوا بثمار ويدوم ثمركم لكي يعطيكم الآب كل ما تسألونه باسمي. والمجد لله دائما. إنجيل باكر. قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا القديس يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته. جميعنا من مزامير أبينا داود النبي بركته علينا أمين. فاض قلبي كلمة صالحة أقول أنا أعمالي للملك. إن سكبت النعمة من شفتيك لذلك باركك الله إلى الدهر. هل لي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما إلى الأبد آمين. في البدء
كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور أضاء في الظلمة والظلمة لم تدرك. كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا، هذا جاء للشهادة ليشهدا للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور بل ليشهدا للنور. كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم. كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم. إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله الذين يؤمنون باسمه. الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله ولدوا. والكلمة صار جسدا وحل فينا ورأينا مجده كمجد ابن وحيد لأبيه مملوء النعمة وحقا. يوحنا شهدا له ونادى قائلا هذا هو الذي قلت عنه إن الذي يأتي بعدي صار قدامي لأنه كان قبلي لأنه من ملئه نحن جميعا أخذنا ونعمة عوضا عن نعمة لأن الناموس بموسى أعطي أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول إلى كنيسة رومية، بركته علينا آمين. لأن غاية الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن، لأن موسى كتب في البر الذي من الناموس،
إن الإنسان الذي يفعله يحيا به، وأما البر الذي من الإيمان فيقول هكذا: لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء أي لينزل المسيح، أو من يهبط إلى الهاوية أي ليصعد المسيح من بين الأموات، لكن ماذا يقول الكتاب؟ إن الكلمة قريبة منك، وهي في فمك وفي قلبك، أي كلمة الإيمان التي ننادي بها. لأنك إن اعترفت بفمك أن الرب هو يسوع، وآمنت بقلبك أن الله قد أقامه من بين الأموات، فإنك تخلص، لأن بالقلب يؤمن به للبر، وبالفم يعترف به للخلاص، لأن الكتاب يقول: كل من يؤمن به لا يخزى، لأنه لا فرق بين اليهودي واليوناني، إذ للجميع رب واحد، غني لكل من يدعوه، لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص. ولكن كيف يدعون بمن لم يؤمنوا به؟ وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به؟ وكيف يسمعون بلا كارز؟ وكيف يكرزون إن لم يرسلوا؟ كما هو مكتوب: ما أجمل أقدام المبشرين بالخيرات. لكن ليس الجميع قد أطاعوا الإنجيل، لأن إشعياء يقول: يا رب، من آمن بخبرنا؟ ولمن استعلنت ذراع الرب؟ إذن الإيمان بالسمع، والسمع بكلمة المسيح. لكنني أقول: ألعلهم لم يسمعوا؟ وكيف ذلك وقد خرج صوتهم إلى الأرض كلها، وإلى أقاصي المسكونة بلغت أقوالهم؟ نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا، آمين. الكاثوليكون، فصل من الرسالة الأولى من معلمنا القديس يوحنا الرسول بركته علينا آمين. الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته أيدينا، من جهة كلمة الحياة، فإن الحياة أظهرت، وقد رأينا ونشهد ونعلمكم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. الذي رأيناه وسمعناه نبشركم به، لكي يكون لكم أيضا شركة معنا، وأما شركتنا نحن فهي مع الآب وابنه يسوع المسيح. وهذا ما نكتبه إليكم لكي يكون فرحكم كاملا، وهذا هو الوعد الذي سمعناه منه ونبشركم به: إن الله نور وليس فيه ظلمة البتة. فإن قلنا إن لنا شركة معه ونسلك في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق، ولكن إن سلكنا في النور كما هو ساكن في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وحدنا، وليس الحق فينا. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. وإن قلنا إننا لم نخطئ نجعله كاذبة وكلمته ليست فينا. يا أولادي، أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم. وبهذا نعلم أننا قد عرفناه إن حفظنا وصاياه. من يقول إني قد عرفته وهو لا يحفظ وصاياه فهو كاذب وليس الحق فيه. وأما من يحفظ كلمته فحقا في هذا
قد كملت محبة الله. بهذا نعلم أننا ثابتون فيه. من يقول إني ثابت فيه ينبغي أنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيضا. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد. آمين. الإبراكسيس، فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس، بركتهم علينا. آمين. وصعد بطرس ويوحنا إلى الهيكل في وقت صلاة الساعة التاسعة، وكان رجل أعرج من بطن أمه، هذا كان يحمل كل يوم ويضعونه عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل ليسأل صدقة من الذين يدخلون الهيكل. فهذا لما رأى بطرس ويوحنا مزمعين أن يدخلا الهيكل سألهما يريد أن يأخذا منهما صدقة، فتفرس فيه بطرس مع يوحنا وقال انظر إلينا، فتفرس فيهما مؤملا أن يأخذ منهما شيئا. فقال له بطرس ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطيك، باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. وأمسكه بيده اليمنى وأقامه، ففي الحال تشددت ساقاه وكعباه فوثب ووقف وصار يمشي. ودخل معهما إلى الهيكل وهو يمشي ويثب ويسبح الله، وأبصره جميع الشعب وهو يمشي ويسبح الله، وكانوا يعرفونه أنه هو الذي كان يجلس يسأل صدقة على باب الهيكل الجميل، فامتلأوا خوفا ودهشة مما حدث له. وبينما كان الرجل الأعرج متمسكا ببطرس ويوحنا، تبادر إليهم جميع الشعب إلى الرواق الذي يقال له رواق سليمان، وهم مندهشون. فلما رأى بطرس أجاب الشعب أيها الرجال الإسرائيليون، لماذا تتعجبون من هذا ولما تشخصون إلينا كأننا بقوتنا أو تقوانا صنعنا هذا أن جعلنا هذا يمشي؟ إن إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب إله آبائنا مجد فتاه يسوع هذا الذي أسلمتموه أنتم وأنكرتموه أمام بيلاطس وهو حاكم بإطلاقه، وأما أنتم فأنكرتم القدوس البار وطلبتم أن يطلق لكم رجل قاتل ورئيس الحياة قتلتموه، هذا الذي أقامه الله من بين الأموات، ونحن شهود لذلك وبالإيمان باسمه. هذا الذي ترونه وتعرفونه اسمه هو الذي ثبته، والإيمان الذي بواسطته أعطاه هذه الصحة أمامكم أجمعين. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في كنيسة الله المقدسة. آمين. إنجيل القداس. قفوا بمخافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا القديس يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته. مزامير يا بينا داود النبي
بركته علينا أمين. وأنا لقد أكرم علي جدا أصفياؤك يا الله واعتزت جدا رئاستهم أحصهم فيكثرون أكثر من الرامل. هل ليلويا مبارك الآتي باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد دائما الأباد آمين. فبعدما أكلوا قال يسوع لسمعان بطرس يا سمعان ابن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له نعم يا ربي أنت تعلم أني أحبك. قال له ارعى حملاني. ثم قال له أيضا ثانية يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ قال له نعم يا ربي أنت تعلم أني أحبك. قال له ارعى خرافي. قال له ثالثة يا سمعان ابن يونا أتحبني؟ فحزن بطرس لأنه قال له ثلاث مرات أتحبني؟ فقال له يا رب أنت تعلم كل شيء أنت تعلم أني أحبك. قال له ارعى خرافي. الحق الحق أقول لك لما كنت شابا كنت تمنطق ذاتك وتمشي إلى حيث تشاء ولكن إذا شخت فإنك تبسط يديك وآخر يمنطقك ويحملك إلى حيث لا تشاء. قال له هذا مشيرا إلى أية ميتة كان مزمعا أن يمدد الله بها. ولما قال هذا قال له اتبعني
فالتفت بطرس ونظر التلميذ الذي كان يسوع يحبه يتبعه، وهو أيضا الذي اتكأ على صدره وقت العشاء وقال: يا رب، من الذي يسلمك؟ فلما رأى بطرس هذا قال ليسوع: يا رب، وهذا ماله؟ قال له يسوع: إن كنت أشاء أن يبقى حتى أجيء فماذا لك؟ اتبعني أنت. فذاع هذا القول بين الإخوة إن ذلك التلميذ لا يموت، ولكن لم يقل له يسوع إنه لا يموت، بل: إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيء فماذا لك؟ هذا هو التلميذ الذي شهد بهذا وكتبه، ونعلم أن شهادته حق. وأشياء أخر كثيرة صنعها يسوع، إن كتبت واحدة واحدة فلست أظن أن العالم نفسه يسع الكتب المكتوبات.